طبعا قيد قيبت سدح هذا وركي وعلى قاعد عندنا سيدة دنيا ده جين جين دنيا وراش هلا تكي بشي لحال ما طلع تاني سدح حقوه يبقى ذي هيا ده وشان قيمة عليه سماريا وده كينه هي حمر والبا كتيرة ورر يحقه كريدت ودنكو مر والبا وحا كسو كرنية مرحلة ده وحان اكتهين ان ودن كينه هي اي نباتة ادو حقن اي كسو فولي ده تاس برامج اي نصوب بعدني يحقه وين بين ودي سدو ناي دل هرتا ان ايغو وررك كسو بحي دركة سكتك مارك عربت إماراتك عربتو شركي تطبعات كان بيقدس كرد عاي غرمد المدوبي إيجا إيجا قدوبني أما قدوبن كقولها همان كقرد المدوبي إماراتك أيها حيا أو أحسنتك قدوم أيها هادا يكسي دقيان حلك هالكاسنا هذا الكي لغا تشيدي أو كتشيدي شخبود بالنهيان النهيان أيها أحمد جبهم بجف كوا ووزير الدولة وزير الدارمة دبتة تركز كتك إمارات كعربت جف أيو كوا هذا الكلام ده حوينا حسن الشيخ محمود قد بدأ مدحونها أيو كذا بقعت مدحونا حسن الشيخ محمود وكهر لي إن تلك الصومالية وقول قرسي إذا ماذا شبابنا وأودي كيري قرح يدينا أي أدي أذ هوس وقول عني لاحد سدوا كلنا مدة سنة كأه وثلاثة هي لا درامي يسبدل لنا عمان كأه يضع أي تاسي أم قتي مد مدحونها لقط المابي إن مرك قارك أنا ما قارك كوسا حني هي ما دام قلهم قارك مدة قرح يد هوس وقول رادين أي واحد جرف كي يقاشان كأدر الرأي شخبوت شخبوت وحوش يا جاي صدح بلاد وجوه ريسي لبطن لبطن يصدح هذه ترى ذا دعوين كلحري لا أيود أرجع حسن مده وحيق بهام بدأ فين بويس العرس أهان صدح هذه بلاد مر أنت اللي دوين قليو تم إيه سنة كي لبدي كل يلعية طوان كي أيود الساقو مدحونه سا إنها أتاجيو مدحون حسش محمود أيو ساكوري يلي الساقو أولي بلغضة إنجليسي كوكو حالي حوش يا إن أماراتكو آدي آدو قحو يكرر كوير هذا الشباب حوش يا إن أي أباهيه باشا عالمكو إن تاجر سرو قاعدة عن سدوك لي أرماء بلا آدي لماذا يسبدك عمراض وحونا الديدي سدوك لي إنو كهضلو أرماء عنا قبطين تا إي أرماء كالأواوي إي وليبا إن دولد لا تاجر رحتا أو أرماء لنا عبل آدي لماذا أيو أفكسار إماراتكو قرشوه دوا محي حاسي حقل لهلا وقلت أنت برامج كذا ضبي برامج كذا ما حد سلام حق إذا كوهيا يعدم الشيء على شو شخصيات شو ودك لسوق لي وأيضا أجين لكن سه أنا حقي هذي إدي صو هلاي دولة الصومالية وحسوا كل كورة واقضي إن أمريكا كورة زي وحقق قبنا الصو نباتوين كلنا على سوق دستات الصومالية كسران أي اللي ودك يا كونفر أفريقيا أيضا الصومالية أي هند تشق يستك على هن كوا قارة أفريقيا شو جا أبدا اللوجو تلمامودة هلا أمور كلنا على جناسية أي حب مالك أي وحماشة أيالا تليها مدحونها دولة فدرالك الصومالية لنك حريرك عالمك يسكدوها برامج يده ناس العيقة أي شعك قاضي إن دولة الصومالية يحكا قابانا يسو لبتو إنك اللوغي استو الصومالية كون نرضى الكونفر أفريكا إنك استو أو أرينت الأيلة دي وسارة دا أريمها التبدو أو أوسن ساقو أفكادكو هذا كارين هادنا وحا أوشيغي إن يسكدوها برامج يده أو كون نلقى عطي الصومالية كون نغان دالكاسي أي كدق يستين تبشوي إنك قابان دادك isla markaana wax qaba doona waxa uu sheegay muwaadiniinta halkaas ku nool ay rajo weyn mar walba ka qabeen in dawladda Soomaaliya ay la hadasho dhigeeda dalka Koonfur Afrika isla markaana ay kala xajooto arrimooyinkaasi dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in wax ka qaban karto dhibaatooyinka loo geysanayo Koonfur Afrika ay ku haystaan dhaqaalaha markaas ay kala dadweyn Soomaalidu la taliyay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ee dhanka xiriirka caalamiga ah iyo isku duwaha barnaamijyada Naasir Ciige ayaa ku bogaadiyay ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika kartidooda iyo sida dulqaad kale ay uga shaqeeyaan halkaas. Hase yeeshee Soomaalida ku noqon dalkaas ayaa in badan dawladda Soomaaliyeed ay ula hadashay dawladda Koonfur Afrika waxaan la sheegay dawladda Koonfur Afrika mar walba ay ugu dhoolacdayso dawladda Soomaaliya. Hase yeeshee wararka qaar ka sheegaya in hubka sharci darrada ay gacanta ugu jira dadka qaar kood ay keento in ay Koonfur Afrika ku dhibaatooyin aad kana igista Soomaalida ayaa iyagu xal amsan yahay in ay dawladda Soomaaliya garahan xilligi madaxweynaha awooda badnaa siyaad baray ayay Soomaaliya aad iyo aad abaal badan ugu lahay waxa loo yaqaan ayaa leeyay markaasii xurmadoontii ka soo horjeeday abaathegii ama dadkii markaasii gumaysteen ahaa ee cadaanka iyadoo aad loo taageeri jiray mar walba dhaqdhaqaaqii ka dhanka ahaa gumaysigii foosh xuma ee lagu hayay dadka laakiin si Koonfur Afrika waxa la isku raacay inaysan u abaal gudin Soomaaliya oo ay san sidii ay ugu listay aysan ugu hanbeen waa wararkii wacala dhacay dadka waxaan qiimaha leh Puntland ayaa iyaduna wali waxa aan lagu heshiinin khilaaf naka taagan yahay arrimihii doorashooyinka iyadoo dhawaan ay iska hormada ka dhaceen magaalada Garoway xarunta Puntland wasiirka warfaafinta maamulkaasi Maxamuud Cabdi Dir ayaa sheegay in doorashada madaxtooyada ay dhici doonto xilliga ayagu ay u gartaan inay ku dhacdo wasiirka ayaa cadeeyay in Puntland aysan dib ugu laaban doonin doorasho qabiil isagoo sheegay in go'aanka doorashada inuu horyaalo gudiga doorashooyinka iyo xisbiyada soo baxay 8 January 2024 sano ayaa qabiil wax lagu soo dooranay war qabiilka waa laga gudbiyay qofkii qabiil doonaya baadiyaha uu gudbo ayuu wasiir gaarfaafinta wasiir dir ayaa sheegay in dadka doorashada ka soo horjeeda inay yihiin kuwa diiday in ururada siyaasadu ku biiraan kuwaas oo sheegay in ay qabiil iyo tare ku raadinayaan hoggaaminta
دولت بنتلان هذا الكويسير كي يكسب أي حل وخلاف حقن كتاعن يهي دور شو تصور صوتي لبت أدي حقن يبركع كحام عارض كي يشجع إني أيوة هنان كترها واركان مد مهم وا إيره أنا ما وجان كجان دنو دن دواشين قماله سبيل كا ورك قطب قدام ميا وركن كجتي أنا ما راشيا هل مريس بدلي وضمان رجل بيت كا يسوي نغني يا تبعي ورك أي شيء يدلك رجل بيت كا أودن أي أدي أد أي أغني يا تبعين كدي مركي أي كل بالهريري كحلة وجميعها تشنيا أو أسوق هنن أد أي ساحب ويهن مدحونها هذا الكاسي فراشيا أيا كتل ما مي برشقون إنه يهينين شاهل أولي أن وحبا برانين تاسنا أي كانتي إنه حسابي كريوايو وحا أو كتل ما مي إسكو دايغة تنوكرا وان أغو باقي أيول هذا كهر إنتان لحظة وحان كوري بوري ورنيو أرماان كراعسيق أي كو آدن أيول حالة حان أد حل دونكا إسكي قبح أيول حلقان أدك أو أكو قاسين أيول أرنتان لباتوينك أهمهمك وقرنك تاسو أه أيولي إن أد كفكرت وحن فيلي أيولي إنو يمقالي أو يفهمي لكن سي وحي أو أكتها أنا عرض أن كوبدي أيولي شو مركاسي سيكستبان نغطة وحا أو شاقي إنه تاسي تهيمت صحة إن أو عرره هدي كلا لكن لسو تشيبه لها أو أما لدي لها أيول تاسي ayadoo ay jirto ayaa leeydi ayaa dalalka reer galbeedka warbaahintoodu oo aad u bunbunayay arintaas markaana cirka ku sheereeray hadda waxay u eegtaa in waabaas u bari kadib markay u muuqatay ayaa leeydi in arintaas ay dhamaatay ay markaas ay ku idlaatay ayaa leeydi wax loogu yeeray in uu ninkaasina carro arimoona ay runtii ay isbedelaan ayaa leeydi qodobka ugu dambeeya arintan ka tagayo waa mid ka duwan dhamaan arimaha soo dhan dawladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay waxaa la sheegay in ay markii ugu horeysay taariikhda ayaa leeydi in ay marti gali doonto koobka loo yaqaan the FIFA World Cup ama Club World Cup ee 2025 taasoo ay ciyaari doonaan ragga ama koobka ragga ee loo yaqaan markaasi FIFA Club World Cup loo yaqaan FIFA ayaa sheegtay in dalka Mareykanka loo qoondeeyay arintaasi taasoo la sheegay in ay ciyaari doonaan qaybta u horeysa 32 kooxood 2025 halka tiimanka doonaya ciyaari doonaan 2026 sawir qoraal lagu sheegay the FIFA Council waxa ay sheegeen in ay dalka Mareykanka ay u ogolaadeen in uu noqdo markii ugu horeysay inuu asagu uu marti galiyo arintaasi taasoo la sheegay in magaalooyin dhowra ay u soo xuli doonaan waasi horeysay ayaa dawladda Mareykanka ugu dambeysay in ay koob ka xitaa adduunka ay marti galiso wararka calaamadda Cabdirasaad Shirqi badan tribeelka wararka calaamadda aan saqaybtaan.